وي معك دكتور عبيد. صحة لاباس. سبع سنين ديال الزواج وبالك ما عمرنا ما نتفاهموا باش نتفاهموا اي ماكس تكوني بعدا انت كتفهمي وانت كتفهم كنفهم انايا شو تخرج عندي كيفاش داير وانت ما راسك قاصح انا راسي قاصح راسك قاصح عمر كنتي كتسمعي شي شي ما عرفت فين وصلنا ياك يعني هادشي كامل سببي فين توصل فين باغي توصل كاع عمر عييت بزاف بقيت ساكته 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 ولكن عييت عمر عييت بزاف عمر تفرعي الدراري اجوا الله يهديكم الله يهديكم ما تشوف هادشي عادي كيطرا هادشي في لي كوبل نجيني بحال كيطرا ما بين ايمان وعمر بغا يطرا لكم نتوما كاملين حيتاش القلق على واحد الشعور اللي هو عادي جدا اللي كنحسوا به ملي كنكونوا مثلا محبطين كنكونوا مثلا عندنا مثلا شي نقص في شي حاجه ولا عندنا شي عجز في شي حاجه ولا مثلا شي واحد كيهجم علينا كنت هي كتحس بواحد القضيه ديالاش انك ما راضيش تو ان ساتيسفي على لا سيتواسيون هو الزواج ها صافي شي اللي بغينا دابا هادشي صافي صافي شادي كنا كندخلوا دورنا مزيان دابا ولينا في الزناقه كازين كنغوتوا بحال الحماق ولا نور ولكن ماشي عادي انك داك القلق ديالك تخرجوا على الناس اللي دايرين بك على الناس اللي بعض المرات اللي هما محتاجين انك تفسر ليهم انك تهضر معاهم انك فهمتيني تحاول تحاور معاهم تحاول تلقى سكون ابيل ان تيغان دونطون تحاولوا تفهموا حيت ملي كتفتح تحس بهاد القضيه هادي هو انه كاين مشكل في شي حاجه ما تحترماتش اوني داكور هاد القضيه اللي ما تحترماتش صافي واشنا هي ولكن باش غادي تقول انت الانسان الاخر خصك توصل عليه صافي تكلمي انت اللي خاصك تكلمي انت اللي خاصك تكلمي ما تكلماش لا خاصك تكلمي اصلا بغوات ما يسمعكش علاش حيت الاخر غادي يفاس سونتي خطاك يا صاحبي بحال كتهجم عليه دوك شنو غادي يولي كيدير هو غادي يفا كومونسا سو ديفوندغ ودوك شنو غادي يطرى هنايا يطرى ان كلاش بحال يطرى هاد الجوج هادو دوك شنو خص انسان كالما هكا مسكين تعاملوا مع شي واحد صافي كالما صاحبي بشويه عليك عارف شنو هو داك المشكل اللي عندك حطو قدامك وحاول توصلو للاخر وانت تو فا ايفيتي ميم سمعوني مزيان لا ديبرسيون كاين شي ناس اللي مزيان لا كوليغ تخرج ولكن تخرج بالطريقه المزيانه وغادي نحاولوا نتفاداو هادشي هذا كامل كيفاش دابا نديروا باش اننا نتفاداو هاد لاكريز ديال القلق عندك اربعه ديال لي زيطاب حبيبي اسمع معايا مزيان اولهم والانسان خصو يتعرف على الاعراض ديالو ديال القلق شنو هما ديك فهمتيني يديك تبدا يتزيروا راسك يبدا يسخون فمك فهمتيني يبدا ينشف قد القلب يبدا يطلعوا الانسان يبدا بطط عرفتي ديك الهبه طرط بطط هاد القضيه ديما تبدا تحس بها الانسان خصو يرجع شويه للور سبع سنين ديال الزواج وبان لي ما عمرنا ما نتفاهموا سبع سنين ديال الزواج وبان لك ما عمرنا ما نتفاهموا باش نتفاهموا خصك تكوني بعدا كتفهمي انت كتفهم ثاني حاجه هو الانسان خصو يسكت ما يقول والو واه ايمان سكتي واه عمر سكت سكت اذا خصك صاحبي تقدر تقول شي حاجه من فمك صاحبي تخرج راه تندم عليها صاحبي الله يهديكم اوكي ولا قدرتي تسكت في هذه المرحله هذه راه قدرتي واحد المرحله اللي كبيره من بعد الانسان شنو خصو يدير خصو ينوض ويتيزولا تفرقوا بدل بساعه اخرى راه هذه زوينه القضيه الهضره ديالنا بدل بساعه اخرى سير ضرب دويره ولكن في ديك اللحظه ماشي تمشي تبقى تحاول اكثر وتكبر وتعمر راسك بشي افكار اخرين ترجع اكثر من الاول ديري قلت لي بحال كاينين انت نواو تبني سيدي تحل لا الا قدرتي ديري شي داك كامل مشيتي وتكالميتي المرحله الرابعه هو انك تجي وتحاول تعاود تربط واحد لا كومينيكاسيون زوينه ما بينك وما بين ديك الانسان وديك الانسان الا حسيتي براسك عاوتاني سخنتي من الاول صاود عاوتاني تسكت ما قوليش القضيه ديال تقدر ديرها تقدر ديروها دابا خصنا نتصالحوا مهمه هاد القضيه نعطيكم بعض الطرق اللي تقدر تساعدكم اول حاجه هو انك خص تحس بالانسان الانسان اللي معك تا تكلم ما رجعت للطبع ديالها شي شويه عاد تقدر ديك الساعه تمشي تبدا تهضر معها وتيطابلي ان كونتاكت معها ديك الساعه الانسان يقدر يكسبريمي يقول شنو من الحوايج اللي ما عجبوش غير هو ما تنساش ان الانسان يتبدل بديك اللحظه ولا يعترف لك بديك اللحظه الانسان خصو يخلي شويه ديال الوقت ما بينك وبينه ثالث حاجه اللي هي مهمه وهاد القضيه ديما عندناش بزاف حنايا هو اننا خصنا نطلبوا السماحه
كاينش مشكل انك تلبس معها صاحبي، بالعكس انت كتصاوب بلا سيتو فيبلس كونطخ سيتو فورس هاد القضيه هادي. تقدر مثلا فهمتيني لعرضك انسان انسان شي حاجه كتعجبو تعطيها ليها، شو يفو فريغ ام تي تروك تعطي شي لعبه فهمتيني، فهمتيني تشد لي يديها وتشد لي يديك تعبر شي شويه ديال الحب ليك مدام صاحبي مسيو بري الحب. تخرجوا ديروا شي خريجه بجوجكم اونصومب، شي عمليه مولي فين كديروها باش ترجعوا لذاك الشيء اللي مولي فين كديروه من قبل، بحال تما اذا بغيتوا تعاودوا تصالحوا وتكتبوا كتابه مهمه. انا تلقيت هذه كان فريمون كنأثر عليها وكنركز عليها مزيان، علاش؟ باسكو فهمتيني الهضره كطير كتمشي الكتابه كتبقى. الإنسان خصو يدير ما منين يدوزو، خصو يدير روري يدير الخاطر، سينو راه ما تعيش أحبيبي. وانت شنو خصك دير؟ خصك ديما تخلي الضحكة فين؟ فوجاك، ولا شنو غدير ليك؟ زلاينكا تشاو.